ازيك يا خوخه؟ ازيك يا لوزه؟ الحمد لله. شفتي جايبين ايه الخوخه ولوزه النهارده؟ لعبة تسريحة البنات. ايه رايك؟ جميله جدا. تيجي نفتحها؟ يا ترى هتعجبهم؟ يلا يا اصحابي نفتح العلبه دي ونشوف فيها ايه. اول دي العلبه بتاعتها، لونها بنكي وجميله خالص، وبيقول ان هي فيها 18 قطعه، وان السن لازم يكون بلاس 3 يعني اكتر من 3 سنين، وبيقول ان فيها موسيقى وفيها نور. يلا نفتحها مع بعض. يلا يا اصحابي، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يا اصحابي جايب لنا قطعه التسريحه اللي لسه هنركبها دي. وبعدين ادوات المكياج اللي هنحطها على التسريحه. بس تيجي نركب التسريحه الاول. يلا يا اصحابي نركب التسريحه الاول. يلا يا اصحابي هنفتحها. طبعا يا اصحابي دي التسريحه الرئيسيه، لسه هنركب لها الرجل. يلا نركب لها الرجل مع بعض. طبعا يا اصحابي هندخلها هنا. لا لا لا، لازم تكون في الاتجاه صح عشان ما تتكسرش. طبعا كده بنخلي الوردات دي بره كده صح كده اهو. يلا صح. يلا اخر واحده. لا لا، خلي الوردات بره. ايوه كده، زقي بقى جامد. تمام، شوفي اصحابنا عملناها. وبعد كده بقى طبعا هنركب المرايه. على فكره هي مرايه بحق وحقيقي. هنشوف المرايه تتحط فين. ايوه شوفي اصحابي، دي هنركبها هنا كده. تمام، وبعد كده دي هنركبها. وبعد كده دي هنركبها كده. واو، وبعدين نعدل المرايه كده. تمام، حلوه. تيجي بقى نحط عليها ادوات المكياج والتسريح. تيجي نفتحها مع بعض. هنركب دلوقتي الحجارات يا اصحابي. هركبها هنا كده يا اصحابي، كده وكده. تمام، ركبنا الحجاره يا اصحابي. يلا نشغلها. شغليها. يلا يلا نشغلها. دي جميله خالص. واو، حلوه جدا. وبعد ما ركبنا التسريحه يا اصحابي، تيجوا نحط ادوات المكياج والتسريح. يلا بينا. اول حاجه في ادوات المكياج هي ايه تعرفي؟ فرشه الشعر. يلا حطيها في مكان مناسب. الفرشه بنعمل بيها ايه؟ بنسرح بيها شعرنا. برافو عليكي. طب وده ايه؟ مشط كمان. مشط كمان. المشط كمان بنسرح بيه شعرنا، ممكن نحطه في مكان مناسب كده مثلا. تمام، وتالت حاجه هي ايه؟ الاستشوار. الاستشوار او مجفف الشعر. بنعمل بيه ايه الاستشوار ده؟ بنلشف بيه شعرنا. وبنجفف بيه شعرنا وبنشف بيه شعرنا. تمام، يلا نحطه في مكان مناسب. وبعد كده ده ايه؟ مشط كمان. مشط كمان، كله مشط مشط. يلا نحطه هنا مثلا. كمان نحطه في مكان مناسب هنا. وبعد كده نشوف ادوات المكياج. ده ايه؟ منوكير. منوكير او اكلادور. نحطه فين؟ نحطه هنا. انا وطني. طب وده ايه؟ روج. يلا حط الروج في مكان مناسب. ممكن نحطه كده صح. وايه كمان لسه؟ صوت للشعر جميله جدا. الوانهم ايه يا ترى؟
بنفسجي وبنتي. واحدة الخوخة وواحدة اللوزة. أنا اللي اخترت دي. حط لها كده. يلا هنحط بتاعة ايه خوخة، لأن هي أنا بحب دي، لأن هي مش لابسة ثوب. واو دي جميلة خالص، شفتي؟ الموت بتاعك. لا لوزة لابسة ثوب. خلاص مش مشكلة، المهم أنا أقلعها الثوب. ومعانا إيه كمان؟ رويشة. رويشة للبنات الحلوين. هاتي اللوزة. هاتي إيدك كده. الله وري أصحابنا كده. الله دي جميلة خالص. بس احنا نحطها دلوقتي على التسريحة بتاعة البنات. واخر حاجة معانا يا اصحابي هي الخواتم الجميلة دي. هاتي ايدك كده. قلب على شكل قلب جميل. واو هاتي ايدك انت كمان. واو الله. يا ترى يا خوخة انتي ولوزة اتبسطتوا بالتسريحة بتاعت الاطفال الجميلة؟ يا ترى اتبسطوا؟ اتبسطوا؟ الله جميلة خالص، جميلة جدا. تيجي نعمل للوزة بالاستشوار؟ يلا بينا خد الاستشوار. يلا طب يلا نعمل لخوخة بالاستشوار. يلا اعملي الخوخة بالاستشوار. يلا هنسرح لها شعرها بالراحة خالص علشان ما تقصفش. خدي سرح لها شعرها بالراحة عشان ما تقصفش، ما تقعهاش بقى. الله بالراحة خالص. واو وبكده يا اصحابي تكون انتهت حلقتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم زي ما اللعبة الجميلة عجبت خوخة ولودة. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اللعبة الجميلة اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. يلا مع السلامة. باي.